يا خبر ابيض. العب يا عين، العب يا عين. ايوان عيد عبد المولى في مدريد، في النادي الملكي ده حلمي اكيد، بس انا ما اقدرش انساكم، العب واني قلبي معاكم. احمد عز في الماتش الاذاعي عيد في ريال مدريد، بطوله زينه، النجم صلاح عبد الله، النجمة نشوى مصطفى، ونادين سابا، مع نجم الكوميديا حجاج عبد العظيم، ونجم التعليق مصطفى الكيلاني. عيد في ريال مدريد. أيوة هو بطلنا ورجل حديد، راح من سكة سيفنا ريال مدريد، نجم الكورة المصرية، رجل الاتنين ذهبية. عيد في ريال مدريد، تأليف وتمثيل محمود البزاوي، موسيقى وألحان نبيل علي ماهر، أغاني وأشعار رشا البنا. أيوة هو بطلنا ورجل حديد، راح من سكة سيفنا ريال مدريد، نجم الكورة المصرية، رجل الاتنين ذهبية، لاعب موهوب شوط فنان، ترقص حربي وكمان إنسان. العب يا عيد، العب يا عيد. عيد في ريال مدريد، إخراج عبد المقصود محمد. عيد في ريال مدريد برعاية موبينيل. مالك مالك يا سلوى، ما تهمدي، اهمدي بقى، اهمدي بدل الخيلة اللي انت عاملاها لي دي. مش قادر احمد ولا اهدى وهي مع عيد اخويا جوه في اوضه واحده. هقولك على فكره يا سلوى، قول اعملي لهم شويه شاي وهي تبقى حجه. يا اختي يا فكاك دماغك، دخلت لهم يجي 9 شاي و6 حاجه ساقعه و12 كوبايه ميه لحد دلوقتي، وكل ما ادخل عليهم يبصوا لي من فوق لتحت ويبطلوا كلام خالص. تقولش بيسرقوا سريقه مثلا؟ خلاص بقى خلاص، ما بديهاش. سلوى تعالي تعالي، شخص عليك انت بتعملي ايه؟ خبطي خبطي الاول قبل 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 ما تدخلي، اسمع الكلام يا عم. مش هدخل، اسكت خالص، مش عايزة اسمع صوتك، فاهم؟ نهارك زي بعضه، حرام حرام يا سلوى، انت هتتجسس عليهم ولا ايه؟ استغفر الله العظيم، اتجسس ايه يا راجل؟ انا مش هتجسس، انا هتصمت بس. ايوه، ما هو لازم اعرف هي عايزة منه ايه بالظبط، وعايزة ليه تستفرد بالواد لوحده. لا بجد بقى، عيلة هبلة هبلة هبلة. أنا مني طالب منك أكتر من شغلة واحدة، إنك تلتزم بالبرنامج اللي اتفقنا عليه. أنسة دينا، يعني هواني ممكن أسألك سؤال؟ أوكي، لو بدك ياني أقول لك عيد من غير يا كابتن، أنت كمان لازم تقلي دينا من غير يا أنسة. بعدين شو بدك تسأل؟ أنت سألتني بكل الأسئلة اللي عندك إياها. لا، لسه سؤال واحد. تفضل. يعني لمؤاخذة، يعني هم الـ30 لاعب دول اللي رشحتهم في المسابقة تصفوا لخمسة؟ حلوة قوي، يعني الخمسة دول ما فيهمش حد غيري تهتم بيه؟ أنا آسف يعني، بس أنا عايز أفهم. لأنك أنت مختلف، بقصد يعني لاعب مختلف ومميز جدا كمان. ربنا يسترك يا رب. يعني أرفض عرض الأهلي والزمالك؟ هو أساسا أصلا ما تعرض عليك. الله، أمال فادي؟ فادي بهمه أنك تكون أنت بإيده، وبعدين يعمل اللي هو بده إياه. وأنا عم بقلك ما في بعد لا عرض لا مع الأهلي ولا مع الزمالك. يقطعك يا عيد، الواد حيلاقيها منين ولا منين؟ في إيه؟ بيقولوا يا سلوى؟ بيقولوا ايه؟ يا عم اسكت خالص، اسكت. فرحة ما تمت، خدها الغراب غطار. غراب؟ غراب ايه؟ فرحة ايه؟ طب قولي لي بس كلمتين حتى فاهميني. وطي صوتك بقى. الله، يا خسارة. ليه؟ انت بعدك صغير والمستقبل قدامك وابوابها كلها مفتحة عليك. ايوه، بس يعني بيني وبينك يا دينا، النادي كان محتاج القرشين اللي كان ممكن يجوا من ورايا، ده مديون. النادي يسدد ديونه. شوف يا عيد، انت بني ادم طيب وجدع مثل ما بتقولوا عندكم بمصر، ومجدعتك ورجوليتك هيدي بتخوف. بتخوف من ايه؟ كل واحد بيلعب لحساب نفسه، بس ما قاله دعوه بغيره. انت شاغل نفسك كتير بغيرك وناسي نفسك. يا سلام، ومين سنادر دي؟ وعلى كده بقى انت بتحبيه؟ انا مش فاهمك الصراحه يا عيد. وليه مش فاهماني؟ انا راجل واضح، ما بحبش اللاوعه والكلام اللي يقلق. وبعدين يعني لما اخذف اللفظ، مش فهماني في ايه؟ اللي يشوفك وانت بتلعب يقول انك اعقل واحد في الدنيا،
واللي يشوفك وانت بتفكر ياما يخاف يتكلم معاه. ما هو كلامك كمان يخوف يا امان. يخوف ليه بقى ان شاء الله يا عي؟ يعني سيد دكتور نادر بتاعك ده. بقول لك ايه، انا مش بحب الاسلوب ده في الكلام اذا سمحت. امال يعني عايزاني اكلمك ازاي؟ تكلمني عادي وبعدين تهدى شويه عليا وتتعلم تسمعني كويس. اتفضلي يا ست الدكتور، اتفضلي انا بسمعك اهو. نادر طلبني للجواز. ايه بس انا رفضت. شكرا. مش معنى ان انا رفضت ان يبقى في حياتي واحد تاني الصراحه. اه ماشي، وبعدين؟ وبالمناسبه كمان يا سعيد، انا مش بقولك الكلام ده عشان الفت نظرك لحاجه او اقصد حاجه يعني. امال بتقوله لي ليه؟ بتراجعي؟ لا، عشان انا ماليش حد اتكلم معاه. يا عيد عيد في ريال مدريد برعايه موبينيل. عيد في ريال مدريد برعايه موبينيل. مين اللي قالك ان مفيش عروض جايانا؟ يعني كل اللي اعرفه ان العرض الوحيد اللي جه النادي كان لفرج موسى ومن نادي الاسماعيلي. وانت كمان؟ يعني عارف انه لسه مجرد كلام بين النادي وفادي، واللي بيني وبين فادي عقد عاوزنا نمضيه علشان يكون وكيل اعمالي. اللعيبة اللي زيك وفي امكانياتك يا عيد صفقتهم بتتم في سرية شديدة، وانا بيني وبينك موافق على العرض اللي عرضه علينا فادي، ودي مصلحتك ومش عاوز اقف في طريقك. ماني بصراحة احترت يا كابتن. وايه اللي محيرك بس؟ ما اصلاني انا بصراحة بحب نادي سكة زفتة، ما انا برضو مش ممكن انسى اني فضلت 4 سنين بحالهم رايح جاي على النادي وحلم حياتي كله ندخل من بابه وبس. داني حتى يوم لما ابويا ما مات كنت قاعد قدام باب النادي، داني كنت بحوش مصروفي كله واحرم نفسي من كل حاجة عشان اجيب تذكرة اخش بيها. انا عارف يا عيد، ده انت حكيت الحكاية ديت اكتر من 100 مرة. لا يا كابتن لا، انت ما تعرفش انا دخلت النادي ده ازاي. ازاي؟ اقول لك، النادي طلب عمال نظافة، قدمت فيها ودخلت النادي وعشت فيه. ده انا كنت اروح المدرسة وارجع تاني على النادي وما كانش قدامي فرصة واحدة ان اشوف او حتى المس الكورة الا بعد نص الليل. ده انا كنت اخد الكورة كده وانزل الملعب واتمرن لحد ما شافك كابتن شافعي وراقبك كويس، وبعدين جه وقال لي، وانا من ساعتها وانا شايف انك لعيب موهوب قوي وما تقلش عن رونالدينيو. رونالدينيو يا كابتن التاني ده بتاع المغص. ومش عايز افكرك بقى ولا اقولك على اول شنطة لبس خدتها من نادي، يا سلام، ولا اول يوم تدريب، دي كانت ايام حلوة قوي يا كابتن. فاكر كل ده يا عيد؟ اخلص. اخلص ازاي بس يا كابتن الله؟ اخلص ازاي كل ده واللي عمال اقوله لك والشنطه والتدريب، وعايز نسيب النادي وبسهوله كده؟ ما انت هتفضل ابن النادي برضه. يعني ايه؟ هروح العب في الاهلي والزمالك والجوال اللي حاجبها هتتحسب لسكه زفته؟ لا طبعا هتتحسب على سكه زفته. لا يا كابتن، لازم تعرف اني هبقى بجد ابن اي نادي هلبس فانيلته. ماشي، قلت ايه؟ ما اعرفش، سيبني افكر. انت رح تضلك تفكر وتشغل بالك يا عيد. ما انت بتقولي حاجة والكابتن شناوي بيقول حاجة تانية، واني بصراحة بقى ما عنتش فاهم. عيد خليك بالكرة وبس، وما حدا رح يبقى قلبه عليك غيرك انت. طب وانتي يعني انت قلبك مش عليا؟ كل اللي بقدر قلك يا عيد اني خايفة عليك كتير. عقبالك يا عيد. أنا كنت فاكرك هترفض يا فرج، بس أقول لك إيه، برضك مبروك. إيه ده إيه ده، أنت عبيط ولا إيه؟ أرفض إيه يا معلم؟ عرضه جايلي من الإسماعيلي برازيل مصر، عاوزني أسيبه؟ يا راجل، ده أنا خلاص اتخنقت ونفسي أشم هوا. ما أنت شمه هنا برضه يا فرج الله، وبعدين يعني اللي أنت عاوزه اطلبه من النادي. لو كان عندهم كانت دونا. يا عم صدقني، أنت لو قعدت شوية هتجيلك عروض أحلى، استنى الموسم ده ناخد على الاقل مركز في الدوري وبعدين ابقى فكر وادرس العروض اللي هتجيلك. ده انت لعيب جامد قوي يا فرج. لا يا حبيبي، انا مش عاوز ابقى جامد قوي يا عيد، كفايه عليا شقه نظيفه وعربيه انضف بدل العره اللي انا راكبها دي، واشوف لي كده بنت بنتوته انتوته حلوه كده اتجوزها واتكيف وعيش حياتي. ايه ده ايه ده ايه ده، تصدق صدمت فيك؟ هو انت بتلعب كره عشان كده؟ لا بلعبها وجاهة. انت حر بقى. وبعدين انا عاوز افهمك حاجة، انا وانت صناع اللعب اللي في الفرقة دي، يا انت تمشي يا نمشي، ولو انت مشيت يا معلم انا هتزنق وافضل العب هنا لحد ما تدفن في الاوت، عن اذنك يا صانع الالعاب. فرج مش هيمشي من الفريق. يعني ايه؟ فرج كذاب؟ لا طبعا مش كذاب،
وكان في مشروع من الاسماعيلي فعلا، واتصلوا بالنادي وكل حاجه تمت، وعلى راي المثل الموزمبيقي بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. طب وايه اللي حصل؟ انا. انت ازاي؟ تدخلت. ليه؟ عشان اوقف الصفقه، عشان الصفقه دي ممكن توقف حلمي وحلمك. حلمي وحلمك في ايه؟ لو فرج موسى ساب سكه زفته مش هيبقى فيه غيرك صانع العاب، وهتتكتف وما تقدرش تخلص، انما طول ما فرج موجود انت حر طليق. فهمت يا عيد ولا اعيد؟ يا سلام، اما انا طلعت بليد. عارف اهاني ضد فكره انه يمشي من الفريق، بس ما كنتش اقصد كده خالص. لا لا لا، لازم تقصد. القطط ما تنفعش تلعب في قفص الاسود يا ابو الاسود، وعلى راي المثل الجنوب افريقي عضت اسد ولا نصرت حسد. عارفه؟ عارفه، بتاع فيلم افريكانو. عيد في ريال مدريد برعاية موبينيل. عيد في ريال مدريد برعاية موبينيل. يا فرج، هو الكابتن شافعي ماله؟ انا عارف، اهي كلها شهر ونرتاح من وش بعض. انا عايز اسألكوا سؤال بس خانقني قوي. انتوا راضيين عن نفسكوا في التدريب؟ يعني ساكتين؟ مفيش ولا كلمة من اللي انا قلتها اتنفذت يا اساتذة؟ ما انتوا بقى همكوا خلاص، كله الاحتراف والجري ورا السماسرة، مفيش فيكوا واحد بيحب فريقه. انتوا ما عندكوش دم، ما عندكوش نخوة. لا يا كابتن، انا بحب سكة زفتة. اديني امارة يا اخويا، اديني امارة، خزع عيني وهات جون يا اخويا. العفو يا كابتن، العفو، بس يعني مفيش ماتش بلعبه الا لما بجيب فيه جون واتنين وتلاتة، اعمل اكتر من كده يعني. ما شاء الله، وانت بقى كده بتلعب لحساب مين، النادي ولا لنفسك؟ لا يا كابتن، لا، لحساب النادي طبعا. والنادي مستغني عن خدمات سيادتك يا كابتن. ايه يعني؟ ايه انت بترد عليا كمان يا كابتن؟ انا ما ردتش، انا بسال. ما خلاص الروس اتساوت، انت كمان عايز تسالني؟ الله، مش انت الكابتن يعني اسال مين؟ اتفضل يا اخويا، اتفضل يا اخويا، روح بيتكم. يعني ايه يا كابتن شافعي اروح؟ يعني بلطجة استعصاب. اتفضل يا استاذ. هايل يا شافعي، لو ايه مثلتها تمام. يا اخي اسكت يا اخي، انا خايف لكون عملت له احباط يا اخي. عيد ده اصل لعيب كويس جدا، مع انه عينه دي وبيسأل كتير، بس كمان انسان طيب وحساس جدا. عشان كده لازم نلعب على الحتة دي، حساسيته تتك عليها لحد ما ننطره من الفريق ويبتدي يشتغل لحسابي انا ويسمع كلامي انا. اتفضل. إيه شيك، انت بتعمل ايه؟ انت مش فاهم ولا ايه؟ مقابل خدمتك ليا، دورك اللي مثلته. يا حبيبي انا ما عملتش ده علشان الفلوس، انا نفسي بجد الواد عيد يحترف وينجح، وقتها انا شخصيا هحس ان احسن مدرب في مصر. عن اذنك. ايه دوري الحب والبطولات اللي انا فيه ده؟ احنا في احتراف يا جماعة، مش في السيمة. مالك يا قلب اختك؟ مفيش يا سلوى. مفيش؟ مفيش ازاي بقى؟ يالا ده انا اللي مربياك، يعني عجناك وخبزاك. سيبيني يا سلوى والنبي، سيبيني الواحد شوية. هو حصل حاجة في التدريب النهاردة؟ أنا مش عايز حد يجيب لي سيرة الكرة بقى دي خالص. يالا أنت بتستعبط بقى ولا إيه بالظبط؟ استني بس يا سلوى. استنى إيه أنت السامع؟ عشان خاطر، عشان خاطر، استنى بس شوية. إيه ليه يا عيد؟ إيه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة، ومن هنا ورايح مفيش كورة، مفيش لعب. لكن في احتراف. ولا احتراف، وسيبوني بقى، سيبوني بقى. بكرة ماتش جديد في نفس المواعيد. اشترك بالتمثيل يوسف عيد، محمد جبريل، محمد عبد الحليم، جمال زغلول، نجاح حسن، عادل خلف، جلال الهجرسي، أحمد زيادة، سهى حزين، وشكر خاص للفنان سليمان عيد. التسجيل والمونتاج استوديوهات هامة. هندسة صوتية أحمد جابر ومهاب مروان. مدير إنتاج يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. المنتج الفني رايت ماركتينج. عيد في ريال مدريد، تأليف محمود البزاوي، إخراج عبد المقصود محمد. بكرة ماتش جديد وفي نفس المواعيد، مواعيد مشرفنا.
لعب في ريال مدريد. ريال مدريد عيد في ريال مدريد برعاية موبينيل.